للحديث عن الموضوع معنا الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، بداية مرحبا بك. عقوبات أمريكية على شركة إيرانية في العراق تساعد الحرس الثوري كانت تساعد الحرس الثوري على التهرب من العقوبات، كيف تقرأ ذلك؟ شكرا لكم. حقيقة الأمر يعني يبدو لأول مرة يعني بهذا الشكل مع العقوبات تعني الولايات المتحدة عن اسم شركة عراقية بهذا الوضوح وتحدد شخصيات كبيرة في المشهد العراقي، ومنها أبو مهدي المهندس المعروف بأنه من الشخصيات الثقيلة في العراق وبالذات على المشهد الأمني. أظن أن الموقف العراقي منذ البداية كان واضحا. العراق يعني لم ينأى بنفسه عن موضوع العقوبات الدولية أو الأمريكية على إيران، بل العراق رئيس إيران ورئيس وزراء أنهم مع الكفة الإيرانية، وبالتالي أعتقد أن القضية فيها تراخي أمريكي. لو أرادت واشنطن حقيقة أن تنفذ العقوبات المتخذة على طهران من الطرف العراقي لذهبت إلى أبعد من ذلك. ربما هذه ضغوطات بسيطة، ذلك لأن العراق ما زال حتى اللحظة من الدول الداعمة وبقوة للنظام الحاكم في طهران، وعليه ربما واشنطن تهض الطرف عن الجانب العراقي، وربما هذه الشركة المذكورة هو نوع من ذر الرماد في العيون، ذلك لأن التبادل التجاري بين العراق وطهران ربما وصل إلى 20 مليار دولار، وعليه إن أرادت واشنطن فعلا أن تنفذ عقوبات على إيران عليها أن تحكم الحدود بين البلدين، وهي تمتلك القدرة على ذلك، إلا أنها ما زالت حتى الآن متراخية جدا. ما سبب هذا التراخي ولماذا لا تحكم الحدود بين البلدين؟ هذه الإجراءات الأمريكية يقول عنها الكثير إنها خجولة وغير قادرة على كبح جماح يعني نفوذ الاقتصادي الإيراني في العراق. ما سبب عدم تعامل أمريكا مع هذا الأمر بحزم؟ الشيء الغريب هنا يعني أن حكومة يعني مثل حكومة بغداد لا تمتلك قدرات مثل قدرات الصين وقدرات تركيا ودول أخرى التزمت بالعقوبات الأمريكية على طهران. الغريب أن حكومة بغداد تقول علانية أنها لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية على طهران، وهذا الأمر لا يعني أن حكومة بغداد أقوى من الصين أو أقوى من تركيا أو غيرها من الدول التي الاتحاد الأوروبي. هذه الدول جميعها يعني خضعت للإرادة الأمريكية، ذلك لأننا نتحدث عن قوة عظمى في العالم، هي متحكمة في العالم، هي الولايات المتحدة. أنا أظن أن هذا التراخي الأمريكي في التعامل مع الموقف العراقي ربما هو موقف متفق عليه بين الطرفين، أما الغايات فلا يمكن يعني أن نقول بسهولة أنه يعني تنفيذ اتفاق ما بين واشنطن وطهران، ذلك لأن العقوبات يعني تؤتي ثمارها، هنالك حصار حقيقي على طهران. لكن ما هي الغاية؟ وزارة الخزانة دكتور جاسم، وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن الشركة هذه التي يعني فرضت العقوبات عليها عملت كواجهة لتهريب أسلحة بملايين الدولارات إلى الميليشيات، هل ترى بجدية في هذا الأمر؟ كثير من المسؤولين الإيرانيين، هي مسيطرة على المشهد العراقي في العديد من الملفات. يعني هل تتصور أن إيران التي تقول أنها مسيطرة على الملف الأمني في العراق، من يسيطر على الملف الأمني يمكن أن يسيطر على الملف الاقتصادي وعلى الملفات الأخرى؟ وعليه القضية واضحة منذ عدة سنوات، هنالك كلام أن واشنطن قدمت العراق على ذهب من يعني على طبق من ذهب لواشنطن. أنا أظن أن القضية قضية تخادم واضح بين واشنطن وطهران، على الرغم من العقوبات الموجودة بين البلدين، لكن إن أرادت واشنطن حقيقة
أن تثبت أنها تريد أن يعني تعاقب طهران كما فعلت مع العراق في تسعينيات القرن الماضي، عليها أن تنهي أو تمسك الحدود العراقية الإيرانية، وهذا ما لم تفعله لحد الآن، وهذا موقف غريب. وبالتالي يفترض على واشنطن أن تؤكد جدية العقوبات المفروضة على طهران عبر إمساك الحدود العراقية الإيرانية. طيب، فالح الفياض أكد أن حل الحشد هو خارج الحسابات الواقعية، كيف تقرأ ذلك؟ هذا موضوع حقيقة، يعني أنا أعتقد أن الحشد الشعبي كما يقال، يعني وأنا سأتكلم بمنطق الفريق الذي يعني دعا إلى تشكيل حشد الشعبي، هم قالوا هنالك ضرورة لتشكيل حشد الشعبي في عام 2014 بعد أن سيطر تنظيم داعش على أكثر من 3 محافظات عراقية. اليوم وبعد إعلان حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر عبادي أن النصر الحكومي قد تحقق، وبالتالي لم يعد هنالك أي داعي لبقاء الحشد الشعبي. ورأينا خلال ذلك أن القوى الماسكة للحشد الشعبي نزعت الملابس العسكرية ودخلت إلى البرلمان، واليوم زعماء الحشد الشعبي يسيطرون على أكثر من نصف مقاعد البرلمان العراقي. أنا أظن قضية حل الحشد الشعبي تتعلق بإرادة المرجعية الشيعية في العراق. الموضوع متعلق كما يعني شكل الحشد الشعبي في العراق بفتوى من المراجع الشيعية في العراق، وبالذات من المرجع السيد علي السيستاني. من يريد أن يفكك منظومة الحشد الشعبي عليه أن يذهب إلى المنظومة الدينية واستحصال فتوى أخرى بعدم يعني أو انتهاء دواعي بقاء الحشد الشعبي. وأنا أعتقد أن الأمر يعني الآن أو الكرة بيد المرجعية الدينية. أما القوى الأخرى المستفيدة من الحشد الشعبي فمؤكد كما قال حيدر عبادي قبل أقل من شهر في لقاء تلفزيوني، قال أن زعماء الحشد كانوا قبل أن يمسكوا بملفات الحشد الشعبي كانوا من الفقراء، واليوم يمسكون بأملاك ضخمة في مناطق الجاذرية والكرادة وغيرها. شكرا لك دكتور عذرا، نشكرك شكرا جزيلا دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول عبر الهاتف.